شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا الذهب والبيض الله اكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله اكبر يا وطن اسمك مطراس بالذهب والبيض لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب يعني بصراحة كلنا أمل ورجاء يا حضرة الكولونيل إنكم تاخدوا بعين الاعتبار وجهة نظر وجهاء وأعيان أهالي الأنوات بتسريع محاكمة أبو طالب. وكمان وبصراحة يا جناب الكولونيل، أبو طالب شخص معروف وله مكانته بحارته بين أهله وناسه وأزمته عميم. وفوق هالشي يا حضرة الكولونيل، أبو طالب شخصيته معتبرة، لازم تراعوا مكانته بحارته. هذا الشيء من وجهة نظركم، أما من وجهة نظرنا فأبو طالب مجرم ولازم يتحاسب. إحنا يا جناب الكولونيل ما عم نقول إنه ما يتحاسب، بس نحن عم نطالب إنه يكون هالشيء بسرعة ويكون مصير كمان. أبو طالب اعترف إنه هو اللي اعتدى على فخامة الحاكم العسكري،
ورجع وحاول يعتدي علي انا ببيتي، وانتو جايين تتواسطوا له وتدافعوا عنه؟ نحن ما عم نقول تلغوا عقابه يا جناب الكولونيل، نحن عم نقول تعاملوه معامله خاصه لانه كبير حركه. الشخص اللي عم تحكي عنه حاول قتلي ببيتي يا سيد. ابو طالب لما حاول يعتدي على جنابك كانت كل الدروب مسكره لفك الحصار بالعماريه، وهذا الشيء يعتبر عمل وطني وشريف ونبيل كمان. ما في شخص وطني وشريف ومجرم بنفس الوقت. ابو طالب لازم ينال جزاؤه. بس يا حضره الكولونيل، ابو طالب مجرم وسلطاتنا بتعرف كيف تتحاسبه. على كل يا جناب الكولونيل، نحن حبينا نوضح لكم عن مكانه ابو طالب وانه زعيم حارته وعزوه حارته كمان. بس الظاهر جنابك مو حابب تبني جسر بيننا وبينك لنتوصل لحل مناسب. عن اي جسر عم تحكوا بعد كل شيء عملته؟ نحن عم نحكي عن ابو طالب يا جناب الكولونيل. يلي عم تحكي عنهم انت شيء تاني، هدول له وضع تاني وحالات فرديه بتحصل باي بلد. مزبوط، ابو طالب هو الاساس، هو الراس يا كولونيل. اذا قدرتوا تعرفوا وضعه ومكانته رح يكون انسب إلنا وإلكم. سمو، انا مستعد اخذ كلامكم على محمل الجد والمسؤوليه، بس بشرط. شو هو الشرط يا جناب الكولونيل؟ تبين من خلال التحقيقات انه ابو طالب مو هو الفاعل الحقيقي، مو هو وراء محاولة الاعتداء على الحاكم العسكري، هو متلبس بجرم مجرم. ولو اعترف ابو طالب باسم الفاعل الحقيقي بوعدكم تكون كثير منصف معه. اهلا وسهلا بالست ماري. بالمهلة انسة كاميليا، شرفتينا. تسلمي. الظاهر خلصت التفصيله. اي نعم، ان شاء الله طلعت حلوه. هلا بتشوفيها جنابك وبتحكمي عليها. يلا تفضلي. شكرا. جسمك بياخد العال، وشو ما لبستي جنابك بيلبق لك. ميرسي، هذا من لطفك ست ماري. بس على هيك نساء الجنرالات كلهم رح يغاروا مني، ببقى ببعتهم لعندك وتفصلي لهم فساتينهم. هذا الحقيقه بيشرفني وبيسعدني، المهم جنابك تكوني مرتاحه ورضيانه. سعاده؟ اذا ممكن. معيمات، شو اللي عم تحكي انت يا ابو عدنان؟ لا، أنا الفاعل وخلاص، غير الكلام ما عندي. حتى لو قطعوا أوصالي ورموا قرب طلب مديني، أنا الفاعل. ولا تظني يا أبو عدنان إذا غيرت أقوالي رح يفرجوا عني أو يخففوا الحكم علي، بالعكس رح يزيدوا عذابي أكثر. وشغلة هذا الضابط طلعت كذبة، كذبة رخيصة، بس لحتى يوصل لمآربه. وانا وحياتك ما راح وصلوا لمقاربه ولو على دمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو عدنان، مو أبو طالب اللي بيغير أقواله، مو أبو طالب اللي بيتراجع عن كلامه، بعدين مو أبو طالب اللي بيوشي بابنه،
حمزة مثل ابني. بس نحن واعين بين نارين لك عليهم. وين انت وين حمزة؟ وين مطالب الكولونيل؟ ابو عدنان، انا الامر محسوم عندي، رضيان باسمتي ونصيبي. نحن بنعرف، بنعرف انك قد وقدود، بس كمان ما بيصير نقعد الصفة لبعضنا البعض وانت هون عم تدوق الامرين. لازم نتحرك، لازم نعمل شيء عسى يكون الفراش بشي باب من هالبواب. مشكورين على كل شيء عم تعملوا من اجلي يا ابو عدنان، بس لازم تحطوا ببالكم قد ما قدمنا تنازلات للفرنساوي رح يطلب اكثر. طيب شو نعمل؟ شو نعمل هلا؟ شو نسوي؟ هلا بتتهون وبتبلغ سلامي للحبايب والخلان يا ابو عدنان، وانا املي بالله كبير كبير كتير. هو العارف بالحال والغني عن السؤال. ابو عدنان بتبلغ الجميع عن لساني، مو المهم ابو طالب يطلع من الحبس، المهم الفرنساوي يطلع من البلاد، حتى لو كان الثمن موتي وموت كل شهم رجال. صار صار لك يا صار بالاسم. الله معك، الله معك. السلام عليكم. السلام. السلام عمي. طمني عمي، احكي لي شو صار معكم بالحاكمية. كل خير لك امين، كل خير. ابوس ايدك عمي، احكي لي شو صار معكم وخبرني. بلا ما احكي لك، بلا ما احكي لك زيد همك وهمك بلاها. لا عمي، لا ما بعد اذنك بدك تحكي لي، لانه واصلة معي لروس مناخيري. لكني انت اللي فيك مكفيك، مو ناقصك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عمي ابو عدنان، ابوس ايدك احكي لي شو صار معكم. مصر يعني؟ ايه عمي، مصر مصر. بدي اعرف جناب كولونيل الامن قال ما بيعفو عن ابو طالب الا بشرط واحد. وشو هو؟ انه يعترف عن الفاعل الحقيقي، لانه ما له مقتنع انه هو اللي اعتدى على الحاكم العسكري، على قناعة تامة انه الفاعل واحد تاني. ايوه. ارتحت هلا حميد؟ ارتحت؟ هاي نتيجة زيارتنا للحاكمية. بسيطة عمي، محلولة. أنا راح بروح لعند الفرنساوي وبسلم حالي. وعوفت، عوفت عمي. بس بهالحالة شو منكون استفدنا؟ قلي شو منكون استفدنا؟ الزمزمبي عمي، الزمزمبي والصانة محملها من بابا لمحرابة. أبو طالب لا يمكن بأي حال من الأحوال يرضى يبدلك بنفسه، أفهمت؟ مو على كيفه. رضيان كان لما زعلان، انا راح بسلم حالي، راح بسلم حالي عمي. خلصنا بقى. بس بهالحالي بنكون خسرناكم اثنيناتكم. عمي ابو عدنان، ابوس ايدك، ابوس ايدك، ريحني. انا هون علي يفوت على السجن واقعد فيه، وعمي ابو طالب ما ينحبس بسببي. لك حتى لو نحن قبلنا ورضينا تسلم نفسك، عمك ابو طالب ما راح يقبل. فهم بقى، فهم. يعني
بصراحة أنا لحد هلأ ما وصلني ولا معلومة بخصوص الموضوع اللي حكيتيني فيه أنسة كاميليا، بس ما تخافي الموضوع لساته ببالي. ولا يهمك، عم بستنى منك خبر يفيد وجودنا بدمشق. أنا اخترتك من بين نساء الشام لأسباب كتيرة، وأهمها أنه بيجمعنا دين واحد. إيه؟ أكيد أكيد طبعاً. العذرة تحميك يا أنسة كاميليا، أنا رح أعمل كل جهدي وإن شاء الله خير. تفضلي ست ماري. شو هدول؟ إجرة الفستان؟ لا 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 أنسة كاميليا، هذا الفستان هدية مني لجنابك. ما بيصير، ما رح أقبل. تفضلي. بس أنتي هيك يعني ما بعرف أحرجتيني. هذا أقل بكتير من ما بتستاهلي. تفضلي وما تخجليني. ما بعرف شو بدي أقول. لا تقولي شيء، أنا يلي بدي أتشكرك على هالفستان الحلو. شكرا، كلك ذوق يعني سكلي. وصل ابو العباس يا رجال. شو ابو العباس، طمنا شو صار معك؟ والله قلبنا على نار، بعينتك مو على بعضك. احكي ابو العباس احكي. زيارتي عيان ما جابت نتيجه يا رجال. ايه شو قالوا لك؟ كولونيل الامن العام رافض يقتنع باي حال من الاحوال انه ابو طالب هو اللي عامل هالعمله، وعلى قول الاعيان انه ابو طالب حتى لو قطع وصاله ما حيحكي الحقيقه. وانا اذا بدي طفي ناري وفش خلقي ماء قدامي غير النار والبارود، هذا الشيء راح يزيد من عذاب وغلب ابو طالب باسره، لانه واقع بين ايدين ظلام ما بيعرفوا ربهم. واذا ضليت ساكت راح بموت من قهري. كلنا شغلنا نتحرك. هاتوا القلم من فضلكم ودواي يا بنا حلو، ردي صفحتي من بلوتي ولا شر علي أدوار. ورحمة الغوالي لولا غضب أبو طالب ما بقبل غير سلم حالي، ولو بدها تكون نهايتي على اللي كنت خلصت من الهم يلي راكبني ومحيرني، وفوق هالشي كنت خلصت من هم هالمشكلة اللي طلعت لي فيها خالتي محسان. لكن منين طلعت لي خالتي مع السيارة بهالسيرة؟ منين؟ منين يا ربي منين؟ منين؟ عنا حليب. تفضلي يا خالو. تفضلي. عنا بيض وحليب ولبن كتير تازة وكتير زراف. ان شاء الله جابلينا، اجبري بخاطرنا وخليهم. الله يوفقك. الله يوفقك. امي مريضة وبحاجة انه نبيعهم، اذا بدك منوصل لك ياهن على البيت. والله ما بتندمي، كله شي ظريف وتازة. شوفي ها كله شي ناهي. ان شاء الله يا خالو. الله يوفقك. ان شاء الله. يلا احملوا الغراض والحقوني. تكرم عينك على راس ونافوخي. أسعد حميم بالمختار. أهلي، شلونك يا حميم؟ والله الحمد لله نشكر الله. اسمع شو بدي اقول لك، هلا بتخبر الست بالوالدة ايه تاخذ حريمكم ويروحوا لبيت المرجان. خير خير. شوفي
حكيت لعمك ابو مصطفى النجي. ايه مشان جوازتك. وقال لي بالشرف. سعاد محمد عم تحكي عن جد؟ لا لك عميم لك. طيب يعني قلت له انه انا قصية؟ قلت له طلع بيعرفني. طيب شو هلا؟ قال لي ما مهم، الشغلة مو بالطول ولا بالعرض، الشغلة بالمعدن. وانت ما شاء الله حولك وحاليك، سمعتك بالحارة مثل المسك. ذكروا الله يخلينا يا احلى مختار بكل الشام. لا يا امي لا، نحن بدنا خدمة تحرز، روح الله يرضى عليك. انا هلا رح خلي الحجة تروح لعندهم. ذكر مثل ما بيقولوا المختار دق الحديد وهو حامي. يلا روح دق روح. الله يوفقك. الله يخلينا اياك يا رب. الله يديمك، الله يوفقك يا رب. يا مختارنا شرفتوا. الحمد لله نفتح. خير مسعد صلح شيء؟ لك وبعد ما عدلت. طول بالك مسعد طول بالك. لك ما عم تلاقي غيري انا. لك خلص لا تواخذني اي بوسه من راسك ها؟ بس شايف هالولادين الحرام الله يخلصنا منه. قول امين. امين. بدك شربني شاي؟ راحوا خلاص. يلا. شرف. احلى مسعد. هات مسعد. حلوه يا حطيان عندك حبيبتي حطيان عندك. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكي. روحي الله يجبر بخاطرك مثل ما جبرتي خاطرك. الله يسلمك ويخليكي حبيبتي. بس والله هيك كثير يا خالو. لا مو كثير انتوا تعبتوا الله يعطيكم العافية. الله يوفقك بس إذا في شي دمعة مي طاشش قلبي لأنه على راسي. الله يسلمك تفضلي. صحة وهنا. أهلا وسهلا. منو دو؟ بعدين بحكي لك. خلصي من هون وضبيلي الغداء لأنه عندي اجتماع ضروري مع فخامة الحاكم العسكري بعد ساعة بالضبط. على راسي. يلا عن إذنك بخاطرك يا خانم. أهلا وسهلا. الله يجبر بخاطرك. الله يسلمك. سلام إيديكي. مع السلامة. عمي ابو حسان. عمي ابو حسان جاي جاي. الله يسلم ايديك يا بنتي يا مال الشام. شو راتبي ومتقني مشان تلحق تاكل قبل ما تروح على الجامع. يا سلام. شو هاد مدام الاكل من ايديك اكيد رح يكون طيب وشهي. صحه وهنا. شرف يا الله. إن شو عملتي فينا لك بنتي؟ الله العليم الله العليم. من يوم ما اجيتي لعنا بيتنا ضحك وانقلب لهنا وسرور. من يوم ما اجيتي يسلم البيت وصحاب عمي. يلا سمي بالله ومد ايدك. وانتي عمي ما رح تاكلي معي؟ انا والله مالي نفس، مشغول بالي على عمي حمزة، ناطرة خالتي لحتى اعرف اذا بعت مراسيل او لسه. ان شاء الله الله بيطمنك عليه. بس كرمالي عمو كلي معي لأنه أنت بتفتحي الشهية. سبحان الذي خلقك على هالوش. تسلم لي عمي بس عن جد ما قلي نفس والله. معناته أنا كمان ما رح أكل. هي أكيد خالتي أم حسان وجايبة مراسيل عمي. إيه الله لا يحرم بني آدم من أهله وناسه ومحبينه. مسكينة روحها معلقة بعمها. بس والله الحق معها ما لها غيره بهالدنيا. الدنيا شو طمنيني خالتي؟ هاي جيتي من الفرن تقبريني والشغيلة أكدوا لي إنه ما وصل خبر من عند عمك حمزة. السلام عليكم أبو حسان. الله يعطيك العافية. الله يعافيك خالتي. صلوا 10 ايام لهلا ما بعت لي شيء. هو وعدني بنفسه انه اول ما حيوصل رح يطمني عن حاله. لك يا بنتي الغايب عذره معه، يعني ما بتعرفي شو صاير معه وشو ظرفه. يعني قلتك بهاليومين ثلاثه بيطمني.
إن شاء الله خير يا تقبريني، إن شاء الله خير. إن شاء الله يا رب. يلا يا جماعة تفضلوا، شايفين هذا كله هي طابخته. الله يسلم إيديك. يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بلاحة بيار كبيض والمآدن هللت وعيون وغيوم السماء ترسل حبال الدمع وعيون يا 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 با وشتى المظالم تغسل سوا بو عزة من بسط معاش الخلق حلى طيبة وعيون ما أعبد غير رب البشر ما أعبد غير رب البشر وعيون
يا حراس امشي امشي بسرعه يا حراس يا شو صار لك انت وياهم شو في يبدو انهم ضاربين وهربانين مين بده يكون عامل هالعمله لازم اخبي القيادي الله لا يعطيكم العافيه انت وياه يا ميت اهلين وسهلين عمي شرفتوا ونورتوا منور بوجودك اخي ابو العباس اهلين اخي صابي اهلين بعبيد الله بحييكم أصله لعب طالب الكبير بيضله كبير الله يعزه ويفك أسره آمين يا رب العالمين آمين عمي كلام أبو طالب الأنواتي رسالة لكل رجال الشام بيقول فيها مو المهم أبو طالب يطلع من الحبس المهم الفرنساوي يطلع من البلاد حتى لو كلف هذا الشيء دمنا ورواحنا كلياتنا هذا الكلام شو بيعني يا رجال بيعني إنه البارود لازم يحكي والسلاح لازم يقول كلمته وما يغمض لنا عينه وما يغمض لنا جفن قبل ما يطلع الفرنساوي من البلاد الله محيي البطن اللي حملك هذا الكلام الموزون المعدل نحن جايينك وعرفانين انه رح تحكي هالحكي يا ابو العباس وما خاب ظننا فيك بنوب ومن اليوم ورايح عمي لازم البعيد يسمع كلمتنا قبل القريب ولعيونك يا شام ولعيونك يا شام ولعيون تراب الشام وعدوني يعطوني كم اسم هالكم يوم الجاي تخي تخي بيا يو أنسى كميلة ولو بدنا خدمة حراسة I'm
محاكمتك قربت، وللمرة الأخيرة إذا بتتراجع عن اللي حكيته أنا فيني ساعدك. أنا خايف عليك يا أبو طالب. كتر خيرك كتر خيرك. ما رحب بعنك، أنت رجل تحترم على مواقفك، بس مواقفك هي هي اللي رح تنهي حياتك. شو بتقول؟ اللي عندي قلته. يعني ما بدك نصيحتي؟ اللي عندي قلته يا جنب الضابط. عمك قديش بحبك وبريدك، وهي مرسال منه شرفي. ان شاء الله بيقبر قلبي. شو حنونه طيب بدي قبريني. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التحيه والسلام. عمي مال الشام، بطمنك وبقول لك الحمد لله اني بخير وعافيه، ويعلم الله انك ما بتروحي من بالي لا بالليل ولا بالنهار من شوقي لك ومحبتي. سمعتي؟ سمعتي قديش بحبني؟ هي تقبريني. سمعت لكن ما سمعت. كملي. وبدي طمنك عمي مال الشام اني والحمد لله توفقت بتجارتي بحلب وحصلت على ارباح طاقله بمده قصيره، ولهالسبب رح طول. بده يطول لك يا تقبريني. قد ما نطول بده يرجع. كملي قرايه المكتوب. كملي. شو يطول؟ انا بنت اخوه ما الي غيره بعد رب العالمين، هو بيعرف. لك يا بنتي هلأ كملي شو كاتب وبعدين منحكي بالسيرة. ولا تفكري لك عمي بعدي عنك هني وسهل. انتي بنت أخي وشعر شواربي، بس هيك حكمت الظروف. ايه يعني ما رح يرجع بنوب عالشام. يو هذا بدل ما تفرحي وتنبسطي انه عمك أحواله متحسنة وصاير تاجر قد الدنيا ان شاء الله. بعدين بالنهاية هذا كل هالشي إلك وإله، ما هيك لك بنتي؟ بس أنا ما بدي، أنا ما بدي لا بيوت ولا مصاري ولا تجارة. أنا بدي عمي يضل جنبي خالتي، أنا ما إلي غيره بالدنيا. رح تعيشي مع عمك لخالتي. يو رح تعيشي معه، بس مو لحتى يجمع له قرشين. ما بعرف ليش قلبي ناقزني، قلبي ناقزني من سفرته على حلب. لا ينقزك قلبك ولا على بالك يا حبيبتي. كل رجال بيسافروا بيروحوا بيتغربوا، بس يعني بالنهاية بيرجعوا لبلاده. خالتي توبي إن شاء الله. بوس إيدك، بوس إيدك يا خالتي. إذا فيك تطلعيني لعنده على حلب بأي وسيلة وبرجع معه على الشام. لك شو عم تقولي أنت لخالتي؟ شو عم تقولي؟ لك اسمعوا يا أهل الله اسمعوا. قال تروح على حلب، قال بيصير لك بنتي. إيه أنا طالعة لعند عمي. كيف بدك تروحي على حلب والدنيا قايمة وقاعدة هنيك؟ كيف؟ بعدين يا تقبريني انتي صبية وحلوة والعين عليكي، وما بيتأمن تروحي لحالك لحلب. مزبوط؟ لأني حلوة وصبية لازم يكون معي. لو عندي أخ أو أخت أو أم أو ست كنت ما حكيت هيك، بس هو بيعرف أنه أنا ما إلي غير. حسبنا الله ونعم الوكيل على السيرة.
اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. خالتي انتي لو مكاني تقبلي اللي عم بيصير معي؟ بصراحة ما بقبل. ها شفتي شلون؟ طب اكتبي له لعمك واشرحي له هالحكي وشوفي شو بيقول لك. بركي ما رضي اني اطلع على حلب. لك يا بنتي هلا اكتبي له المكتوب وبعدين منحكي. لك يا اهل الله قولوا هي قولوا هي. البنت وعيت على ستة وعمها ولا فجأة حتقبل الاثنين؟ لك يا ربي والله حرام حرام. البنت صغيرة شو عمل أنا؟ شو عمل أنا يا ربي دخيلك؟ شو عمل أنا؟ شو عمل؟ يا مال الشأ. تأكدنا من خلال مخبريننا عن الهدف الأساسي للمخربين سيدي. الهدف الأساسي هو اعتقال شخصيات عسكرية رفيعة المستوى. وقدرتوا تعرفوا شو الغايب لهالشي؟ لحد الآن ما تبين سيدي، لكن التحقيقات ما زالت جارية. وعرفتوا مين أصحاب هاي المحاولات أو مين وراهم؟ اللي تبين لحد الآن إنه ورا كل هاي المحاولات هن صبيتين. صبيتين؟ دوفي؟ نعم سيدي، صبيتين، وكل مرة عم يقوموا بالعملية بزي مختلف عن الآخر. صبيتين يا فخري هن اللي عم يعملوا كل هاي الهجمات؟ نعم سيدي. صبيتين ما عم تقدروا تمسكوهم؟ سيدي لتبين انه هدول الصبيتين بيمتلكوا ذكاء خارق جدا. مهما يكن يا فخري. حاضر سيدي. تعلنوا بالصحف اليومية عن جائزة مادية كبيرة لأي شخص بيقدم معلومات عن هالموضوع. تابع عملك. احترامي. أبي قبل ما يموت الله يرحمه كان يحكي لنا عن العصمة اللي قال شو حكمونا 400 سنة والحكي بسرك يا خانو. أول ما فاتوا على الشام أهل الشام حبوهن كتير كتير بلا مؤاخذة يعني الجماعة من ديانتنا إيه وصاروا يعاملوهن مثلهم مثلنا. بعدين مدري شو صلون هالجماعة قلبوا فرد قلبي صاروا يظلموا بهالخلايا ويسرقوا بهالبلاد ظلم وفقر وجوع وناس يحطوها بالحبوس وناس يشنقوها وناس يحطوها على الخازوق الخازوق هيك يحطوا يبليهم بقتلهم إلهي إن شاء الله خطيتهم. إيه والله يا خالو. بعدين أهل الشام ما عاد قدروا يتحملوا بنوب بنوب قاموا فرد قومي تقولي هيك رجال واحد وقام وحلفوا ميت يمين لا بكلوا ولا بملوا غير حتى يقلعوا هالعصمة اللي من بلادنا. الحمد لله قلعوهم وارتحنا من هون. أم عماد اون كيستيون، انتي بتشوفي الفرنسيين مستعمرين مثل العثمانيين؟ يا ليش الفرنساوي عثماني؟ لا لا ولا لا يا بلا لا شبيب رجالة كل فارس حارس على باب بالنور مطرس شالة. الله أكبر يا وطن يوم الوغى نندح نقول الله. الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة. الله أكبر يا وطن يوم الوغى نندح نقول الله. الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة. لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا. الله 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 يوم الوغى نندح نقول الله. لا لولانا يا بلانا شاميل
توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى من دهن يقول الله يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.